السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح أشارك معكم فيديو جديد ووصفة جديدة ضمن الوصفات المنزلية المجربة، إن شاء الله تنال إعجابكم. راح نشارك معكم هريسة حمراء بطريقة سهلة جدا وبمكون رخيص وفي متناول الجميع، متوفر على طول السنة. أنا دير الكثير من أنواع الهريسة في القناة، لكن يعني تقدروا تجربهم فقط لما يكون الحر الأحمر متواجد، يعني في فصل الصيف. أما هاد الهريسة تقدروا كامل تديروها لأنها بالحار المجفف، يعني الحار اليابس. فقط تروحوا لبائع التوابل وراح تشيروا الكمية اللي تحبوها وتطبقوا الوصفة مباشرة، وراح تحصلوا على أحلى وأحسن هريسة منزلية الصنع. نقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير. انا شريت هذه الكميه تاع الحار الاحمر اليابس، يعني هذه الكميه كامل شريتها ب20 نرف من عند بائع التوابل. يعني هذا الحار خفيف ويوزن وراح يعطي لكم كميه كبيره. كذلك عندي هذا الحار، يعني هذاك النوعيه تكون شويه خشينه، وهذا النوعيه تاعو رقيقه. يعني بهذا الحار درت لكم كذلك وصفه اللي راهي تظهر لكم في الصوره، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. لكن مشتركه يعني قالت لي هذا الحار كيفاش نقدروا نديروا به الهريسه، لكن نديروها بدون بذور. يعني هذا الحار لما نديروا به الهريسه نديروه كيما راح كامل وما نقدرش نحولوا البذور، لانه النوعيه تاعو يعني تجي شويه رقيقه. حبيت ندير لها هذا النوع تاع الهريسه، وراح تكون كذلك كتحضيرات لشهر رمضان المبارك. يعني راح نديروا هذه الكميه، نستهلكوا القليل والباقي راح نخبوه في اكياس في المجمد، وراح يبقى لكم يعني مده طويله جدا. طريقة التنظيف كما تشوفوا، يعني تحكموا بالمقص فقط، ديروا فيه فتحة وتنحولوا هذاك الجزء العلوي، راح تنفضوه شوية فقط وراح تتخلصوا من كامل البذور ولا هذيك الزريعة. هذا الزوج أنواع تاع الحار يعني وريتهم لكم، تلقاهم عند بائع التوابل متوفرين على طول السنة. أما هذا النوع تاع الحار يعني هو حار منزلي الصنع. كنت درت كل هذه الوصفات، لكن يعني كاين كثير من المشتركين والمشتركات اللي ما شافوهمش، يعني درتهم في فصل الصيف. هذا الحار كيما شفتوا يعني نحيت له كامل هذيك الزريعة وخبيته ويكون متوفر عندي على طول السنة. ودرت به بودرة الحار، يعني درت النوع الرقيق ودرت النوع الخشن، هذا اللي راكم تشوفوه نستخدمه في أغلبية الطياب تاعي، يعني راح يمد لكم بنا ما شاء الله للطياب تاعكم. وهذا فلفل أحمر حلو مجفف، يعني طرشي حمر كيما نقولوا بالدارجة، يعني كذلك درته في فصل الصيف. وكل هذه الوصفات راهم في القناة، وراح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. يعني هذا الفلفل الأحمر يكفي كذلك ديروه في الماء الساخن فقط وراح ترحيوه، وراح تتحصلوا على معجون ولا دبس الفلفل الحلو. هذا الفلفل الحلو الأحمر راني مجفاته 100% وخبيته كيما راكم تشوفوا فيه يابس، ونستخدمه وقت الحاجة. أما في فصل الصيف يعني اللي درت به هذه الوصفة جففته 3/4 تجفيف وتحصلت على هذا النتيجة. يعني شوفوا هاد الهريسة ولا هاد المعجون تاع الفلفل الحلو حتى وتجمدوه يعني يبقى طري ويبقى محافظ على القوام تاعو. كان الكثير من المشتركات يعني ما كانوش مشاركين معايا لما كنت ندير في هاد الوصفات، لكن نوعدكم ان شاء الله باذن الله اذا طور ربي في الاحمر ولحقنا حتى الفصل الصيف راح نزيد ندير لكم كل هاد الوصفات وبالتفصيل الممل. راح تكملوا هذاك الحار تاعكم عادي، تنحلوا هذيك العلفة وتتخلصوا من أغلبية البذور، وشلوه تحت الحنفية من 3 إلى 4 مرات أو أكثر حتى تنحي لكم كامل هذيك الغبرة اللي كانت من الفوق. يعني هنايا فقط شللتو، راح نروحو مباشرة للمرحلة الثانية. راح تسخنوا كمية من الماء، يعني الكمية اللي راح تغطي لكم كامل هاد الفلفل وتوصلوها إلى درجة الغليان. وبعدها وهذاك الماء يعني يكون ساخن راح تفرغوه فوق هاد الحار، غطوه بصحن ولا أي غطاء يكون عندكم في المطبخ وخلوه من نصف ساعة إلى ساعة كاملة، يعني حتى يتشمخ مليح مليح ويولي طري. إذا حبيتوا تختصروا هاد العملية راح تحكموا هاد الحار وتفرغوا فيه كمية من الماء، ديروه في كسرونه وديروه فوق النار حوالي 10 إلى ربع ساعة. لكن هذه الطريقه نتاع الماء الساخن راح تكون خير وخير، لانه هذا الحار لما يغلي فوق النار يعني راح يدير لكم الكثير من هذاك البخار الحار، وربما راح يكونوا عندكم اطفال صغار في الدار، ولهذا راح تكون هذه هي الطريقه الاسلم. انا خليته حوالي نصف ساعه كما تشوفوا، يعني مازال محافظ على هذيك السخانه ديالو. راح نقطع لكم حبه حار، شتو كيفاش ولا طري، يعني هنايا راح يولي طري وراح نقدروا يعني نرحيوه هو بكل سهوله. حاولوا تصفيوه من اغلبيه الماء، ولازم تصفيوه ثاني مده لا باس بها، لازم ما يبقاش كامل هذاك السائل في هذا الفلفل، هكذا باش هاد الهريسه راح تبقى لكم مده طويله.
هنا تحبوا تروحوها في هذا الخلاط الكهربائي كما تحبوا ديروها في هذا الكاس الخاص بالعصائر، لكن يعني هذا الكاس الخاص بالعصائر راح يمد لكم نتيجه افضل. انا درت فيه هذاك الخلاط الكهربائي لانه شويه كبير الحجم وراح يدير لي كامل الكميه وفي مره واحده. اذا كان الخلاط تاعكم شويه صغير يعني قسموا الكميه على زوج ولا ثلاث مرات. كان عندي هنايا يعني حبه تاع ثوم كامله لكن كبيره الحجم، وهنا الثوم اختياري لكن حاولوا ديروا كميه لا باس بها هكذا باش تجي هاد الهريسة بنينة. راح تميكسيو هاد الهريسة عادي، لكن ننصحكم إذا كان عندكم الكأس تاع الخلاط يعني ديروها في الكأس تاع الخلاط راح تتحصلوا على نتيجة أفضل. بعد حوالي دقيقة ولا دقيقة ونص فقط حبست هاد الخلاط، يعني هنايا شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، يعني هاد الهريسة ريحتها هنايا كيما يقولوا بقوام خشن. أنا راح ناخذ كمية من هاد الحار وبهاد القوام، يعني راح نخليها خشن. هاد الكمية تاع الهريسة راح نديرو بها وصفة الزيتون كاسي، يعني راح نحتاجوها في الوصفة اللي بعدها. أنا راح نديرها في بلارة ونخبيها جانبا وراح نكملوا الوصفة تاع الهريسة مع بعض. هنا كذلك يعني حبيت نوريكم هاد الملاحظة باش نقول لكم بلي هاد الهريسة نتوما اللي تتحكموا في القوام ديالها، تحبوا ترحوها قوام خشن، تحبوا ترحوها قوام متوسط، تحبوا ديروها كامل لابيغي لكم الاختيار. فقط إذا كان الخلاط تاعكم يعني الاستطاعة تاعو شوية ضعيفة رحيو شوية وريحوا الخلاط تاعكم شوية وهكذا حتى تحصلوا على القوام المناسب. يعني الوحدة لما تشوف الباتوغ تاعها ولا الروبو تاعها يعني شوية يكون ضعيف ويسخن تمتم، من الضروري يعني ديري مدة وبعدها تريحي شوية وهكذا حتى تكملي الوصفة ديالك. أنا تحصلت على هذا القوام. هنا الهريسة تقريبا راهي واجدة، لكن راح نزيدو نتبلوها بحوالي ملعقة كبيرة من الكروية. إذا ما كانش عندكم تقدروا تستبدلوه بالكمون. عندي حوالي نص ملعقة كبيرة من الملح، والملح راح يكون على حسب الكمية تاع الحار. راح ديروا كمية من الزيت، تحبوا ديروا الزيت العادية، تحبوا ديروا زيت الزيتون لكم الاختيار، يعني كل وحدة دير المتوفر في المنزل. إذا ما كانش عندكم زيت الزيتون بزاف راح ديروا يعني هنا الزيت العادية، ولما ديروها في البلارة راح ديروا من فوق شوية زيت الزيتون، يعني راح تحصلوا كذلك على طعم أفضل. كذلك زيت الزيتون راح ينقص لكم من الحدة تاع الحار. وبالنسبة لهاد الهريسة لأننا نحينا لها كامل هذوك البذور يعني راح تجي متوسطة، ما راحش تجي حارة بزاف، لكن إذا درتوها بهذاك الحر الرقيق حاولوا ديروا كميات صغيرة في الأكل لأنها تجي بزاف حارة. بالنسبة لطريقة التخزين راح تاخذوا كمية من هاد الهريسة ديروها في بلارة صغيرة، ديروا فوقها زيت الزيتون، خبوها في الثلاجة فقط، والكميات الباقية ديروها في أكياس وخبوها في المجمد وتجبدوها وقت الحاجة. هذه نهاية الوصفة، وإذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الأصدقاء. وفي الأخير ما عليا إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.